اخرج الى الناس، اخرج الى شعبك. ليش تخاف من شعبك؟ ليش؟ اذا انت مو ظالمة ليش تخاف من شعبك؟ تعال تفضل بدون دبابات. لا تخاطب الناس من وراء الدبابة، لا تخاطب الناس من وراء الرشاش، لا تخاطب الناس من طائرات المروحيات والهليكوبتر، لا تخاطبهم من وراء هذا. تعال تفضل وياهم، تطلب من عندهم تعال نتفاهم. يعني مع من تريد تفاهم؟ هؤلاء هم أصحاب الحق. لا تجيب لك بكرة واحد اثنين كذب دجل أنه بدأنا حوار. يعني السلطة تحاور السلطة، السلطة تحاور نفسها، هذا ما يمشي على الناس.